اتق النار ولو بشق تمرة. تخيل بقى ان انت تصدقت بنص بلح، قسمتها نصين كده واعطيت الفقير محتاج، مش جنيه ده نص بلح، ده نص بلح، قران النص بلح دي قمت بقى ساتر لك من النار. يا سلام يا كريم يا رب. فاذا ما نستكثرش يعني على انفسنا، وما نمتنعش عن الخير، لان احنا فاكرين ان الخير ده لازم يكون يعني عمل مهم كده، هو عمل مؤسسي وعمل تام وكده. لا ابدا، وافعلوا الخير، يتقي كل واحد منكم ربه قدر استطاعته. اللي حاضر قدامك، اللي حاضر واللي في الامكان، فان التبسم في وجه اخيك صادق. انك تكف اذاك عن الناس لك صادق، انك تتساهل في اخذ النقود، يعني ما تقولش لا الجنيه ده وحش شكله وحش هات لي 10 جنيه تاني ولا غيره، لا ابدا، متساهل كده هو. مسامحة دي، مسامحة الصادق. كل ده 40 خصلة اعلاها منيحة العنز، انك تسلف معزتك لجارك عشان يحلبها ويرد لك اخر النهار. نقصت انت ايه؟ ابدا، ولا اصلا فاكر ان المعزة موجودة ولا ما هيش موجودة. اعلاها منيحة العنز، العامل واحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها ادخله الله الجنة. يا كريم يا رب. كل ده منين؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى هنعمل ايه في الليلة دي علشان نصل الى المراد؟ اخلص النية لله، تعلق بقلبك لله، اذكر الله، افعل الخير، ادعوه بما تجد فيه حاجة من خيري الدنيا والآخرة. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.